مؤخراً انتشر الحديث عن علم يسمى بعلم الطاقة أو الطاقة الكونية، حيث يقال أن الطاقة تتحكم في قدرة الإنسان، فكلما زادت طاقته الإيجابية زادت قدرته الإنتاجية، بينما الطاقة السلبية تجلب الأمراض والفشل. وفي هذا الصدد جاء علم الطاقة بحلول لجلب الطاقة الإيجابية والاستمتاع بحياة سعيدة كما يقال. ربما يتبادر لذهننا بعض الأسئلة المحيرة حول هذا الموضوع، وأولها: من أين جاء علم الطاقة؟ هل له علاقة بعلم النفس؟ ما علاقته بتطوير الذات؟ أو هو مجرد خرافة؟ أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. هناك أنواع متعددة من الطاقة في الفيزياء، وهي معروفة وقد وضعت لها قوانين رياضية واضحة ولها تطبيقات على أرض الواقع، مثل طاقة الوضع والطاقة الحركية التي تتفرع إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية وطاقة ذرية إلى آخره. إلا أن الطاقة التي سنتحدث عنها ليست لها صلة بهذا كله. علم الطاقة ليس بعلم حديث كما يعتقد البعض، بل إنه موجود منذ مئات السنين، إلا أن المسميات اختلفت من زمان لزمان، حيث أنه كان متغلغلا في العديد من الأديان والفلسفات الشرقية من الهندوسية والبوذية والطاوية والأفلاطونية الجديدة، وكذلك في الطوائف الباطنية التي ظهرت من داخل الأديان السماوية مثل القبالة اليهودية والغنوصية المسيحية والتصوف الفلسفي، ختاما بالإسماعيلية الإسلامية. لكن إن عدنا بالتاريخ إلى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي فقط، سنجد عددا من مفكري الغرب تبنوا الفكرة الباطنية للتمرد على الدين النصراني في محاولة لتفسير طبيعة الإنسان والخلاص، مستخدمين الغنوص والحكمة. فيما بعد انقسم هؤلاء المفكرون إلى أربع حركات كل بناها على حسب اعتقاده. وأولها حركة الفلسفة المتعالية، ومن أهم قادتها رالف والدو إمرسون، كاتب مقالات ومحاضر وفيلسوف وشاعر أمريكي، قاد الحركة المتعالية في منتصف القرن التاسع عشر، وكان ينظر إليه على أنه بطل للفردانية. نشر أفكاره من خلال عشرات المقالات وأكثر من 1500 محاضرة عامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعد أول حركة فكرية في أمريكا الشمالية تتعطر بالديانات الشرقية وتعتمد على ترجمات الكتب الهندوسية. ومن أهم أفكارها أن العلاقة بين الإله والإنسان والكون هي علاقة وحدة الوجود، وأن المعرفة الحدسية الداخلية التي تأتي من خارج نطاق الفكر والحواس عن طريق العرفان الغنوصي مقدسة لكونها فيض من العقل المقدس، وأن للإنسان قدرات كامنة غير محدودة تمكنه من التعامل مع العالم الغيبي، وأن التناغم مع الطبيعة هو طريقة الحياة الفضلى. حركة الفكر الجديد ظهرت على يد فينياس كويمبي، لديها عدة براءات اختراع وأهمها ساعة ميزمريست. يعرف عمله على نطاق واسع بأنه أساسي للحركة الروحية للفكر الجديد، وهي امتداد لفلسفة الطبيب وعالم الفلك فرانز ميزمر الذي اشتهر بالعلاج الروحي الجماعي وفق ما اسماه التنويم المغناطيسي، معتقدا بوجود طاقة حيوية تتسبب بالشفاء والسعادة. حركة الأرواحية. في القرن الثامن عشر الميلادي اهتم عالم الجيولوجيا والفيلسوف الصوفي والتيولوجيا السويدي إيمانويل سويدنبورغ بالتعامل مع الأرواح بحسب الاعتقاد الباطني، وحاول تفسير الغيبيات كالموت والجنة والنار تفسيرا يجمع بين الدين والعلم، محاولا تفسير الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى تفسيرا باطنيا، حيث اعتقد أن الجنة والنار حالات وعي ذهنية يمكن الوصول إليها من خلال السفر خارج الجسد، وحالات التأمل الروحاني، وانتشرت من خلاله جلسات استحضار الأرواح.
جمعية الحكمة الإلهية التيوسوفيا. أسستها في نيويورك سيدة من أصل روسي تدعى هيلينا بلافوتسكي، وقالت إنها تهدف إلى اكتشاف القوانين التي تحكم الكون والقوى الكامنة في الإنسان، والدعوة إلى الأخوة الكونية بتناغم الإنسان مع الكون، ودراسة الأديان والفلسفة والعلوم دراسة مقارنة. واعتبرت أن دين الحكمة أو الفلسفة الباطنية هو أصل كل الأديان، فكانت هذه الحركات الباطنية الأربع هي القالب الذي أولد لنا حركة العصر الجديد في ستينات القرن العشرين، وكانت البداية في معهد إيسالن بأمريكا الشمالية المختص بالفكر الباطني، والذي أجرى أكثر من 10,000 دراسة للفرضيات في القدرات الكامنة خلال 40 سنة الماضية، استنادا على المبادئ الباطنية. ومن أهم أفكار الحركة الكل واحد، أي وحدة الوجود، فكل شيء هو الإله والإله هو كل شيء، وهي فكرة مأخوذة من فلسفات شرقية عدة مثل الطاوية والهندوسية والبوذية وعدة طوائف غنوصية، ثم تبناها بعض أقطاب التصوف الفلسفي مع أنها تتناقض جوهريا مع الإسلام. الإنسان لا يموت، وإنما يستمر في الحياة من خلال التقمص والتناسخ، أي بانتقال الروح بعد الموت من جسد بشري إلى كائن أعلى للتنعم أو أدنى للتعذب، وذلك بدلا من دخول الجنة والنار. وتعود هذه الفكرة إلى الطاويين وقدماء الفراعنة واليونانيين والفرس قبل أن يستوردها فلاسفة الهند ثم بعض المتصوفة والباطنيين الدروز. الإنسان يخلق واقعه الخاص وقيمه ومعتقداته ويحقق مراده خلال حالات الوعي المغيرة التي يدخل فيها، كما أن الإنسان هو الذي يخلق محيط حياته ويتحكم بمستقبله وصحته وسعادته عن طريق قوة عقله الباطن. وتستمد حركة العصر الجديد بعض أفكارها أيضا من العقائد الهرميسية، ومن أهم معتقداتها وجود إله لا يمكن وصفه ولا معرفته، كما يرون أن النفوس الإنسانية هي أرواح هبطت من الأفلاك السماوية ويمكنها التحرر والعودة إلى هناك عبر قوة المعرفة أي الغنوص. ونظرا لاعتقادهم بتعظيم الذات الإنسانية، فإن الكثير من برامجهم التدريبية وكتبهم تدور حول القدرات الخارقة للإنسان. يظهر تأثير الصوفية اليهودية الباطنية القبالة في جميع الحركات الباطنية الحديثة، فالقبالة تتبنى أساس فلسفتها على تأليه الإنسان باعتبار أنه فاض عن الإله ويمكنه الاتحاد به، فالإنسان إذن يمتلك قدرات كامنة خارقة تحتاج إلى من يبحث عنها وينميها ويطلق لها العنان. لكن مع مرور الوقت وسرعة التطور الذي نعيشه، طورت الحركة أساليبها لكي تتماشى مع متطلبات الناس، مما سهل سرعة انتشارها. من أهم وأشهر ما توفره الحركة البرامج التدريبية، والتي تتمحور غالبيتها حول تطوير الذات وصقل المواهب والتحفيز وطرق النجاح السريع وغيرها. والغاز المشعل لهذا هي الطاقة، وهي مسمى واحد يشمل مفاهيم متعددة في الفلسفات الشرقية القديمة مثل كي وتشي وطاو وماكرو وبرانا ومانا. أما في البرامج العصرية الجديدة فأصبحت تحمل أسماء إضافية مثل قوة الحياة والطاقة الكونية، وهي أول ما ينبغي أن يؤمن المتدرب به وبأهميته وقوته، ويمارس كيفية الشعور به واستمداده وفعل ما يساعد على تدفقه في جسده واتحاده به ويتجنب ما يبعده عنه. وتشمل جميع البرامج على نسب متفاوتة من أصول الفلسفة الباطنية، وأبرزها أصل الكون ونشأته وانقسامه لثنائيات يان يانغ ومدى تأثيرها على جوانب الحياة. وعليه تم إنتاج دورات تدريبية في العلاقات الاجتماعية
والإدارة والعلاج الجسدي والنفسي على أساس التوازن بين اليان واليانغ. يظهر أثر هذه الفلسفات أيضا في نظريات الأجسام السبع، والتي يتم خلالها إقناع المتدربين بوجود سبعة أجسام لكل الكائنات، ومن ضمنها الإنسان. أولها الجسم البدني، وأهمها الأثيري الذي تنفذ من خلاله الطاقة الكونية للأجسام الأخرى وتمنحها السعادة والصحة، كما يتم التدريب من خلال الدورات المختصة بهذه النظرية على تقوية الحاسة السادسة لاكتساب قدرات خارقة في التأثير والعلم وغير ذلك من الممارسات من القبائل اليهودية. وتقدم برامج الطاقة التدريبية تمارين يقال أنها تفتح منافذ الطاقة الشاكرات في أجساد المتدربين بهدف الحصول على كميات أكبر من طاقة قوة الحياة أو الاتحاد بها، ومن ذلك التدرب على تمارين وترانيم ووضعيات خاصة مستوحاة من طقوس وثنية وكثيرا ما تتقاطع مع تدريبات اليوغا. ونذكر لكم أهم البرامج المتداولة والمعروفة: التنفس التحولي والعميق، وبرنامج يهدف إلى تجميع طاقة البرانا الكونية واستشعار تدفقها في الجسم للدخول في حالة من الاسترخاء العميق والنشوة، ويعد أحد طرق التنويم للدخول في حالات الوعي المغيرة وإطلاق قدرات اللاوعي عبر التواصل مع العقل الكلي أو اللاوعي الجمعي. ويعتبر المدربون هذه الحالة بداية التغيير والانطلاق والفتح، وهي تقابل ما يعرف عند البوذيين والهندوس باسم النيرفانا، وعند المتصوفة بالفناء. التأمل الارتقائي والتجاوزي. يعود أصل هذا البرنامج إلى مذهب مهاريش مهيش، ويهدف إلى الاسترخاء الكامل والدخول في حالة من اللاوعي والنشوة النيرفانا وفق طرق محددة من تركيز النظر في الأشكال والرموز وترديد الترانيم أو الاستماع إليها، إلى جانب الالتزام بتعليمات محددة في الطعام واللباس والكلام. البرمجة اللغوية العصبية. وضع أسس هذا البرنامج الباحثان الأمريكيان جون جريندر من مواليد 1940 وهو عالم لغويات متخصص في النحو التحويلي، وهو كذلك مؤلف ومستشار إداري كان له اهتمام خاص بقراءة نجاح الناجحين، وقد وضع أصول البرمجة اللغوية العصبية بالتعاون مع ريتشارد باندلر وبدعم وتنظير من غريغوري بيتسون أحد أبرز الباحثين في معهد إيسلن والذي عاش على المبادئ البوذية في أمريكا. كما اعتمد المؤسسان على ثلاثة من المؤثرين بالباطنية، وهم ميلتون إريكسون وهو عالم نفس أمريكي لعب دورا مهما في تطوير التنويم الإيحائي السريري، إضافة إلى فريدريك بيرلز وعالم نفس ألماني يعتبر صاحب نظرية الإرشاد والعلاج النفسي، وأحد الباحثين في معهد إيسلن المهتمين بفلسفة وحدة الوجود، كذلك فيرجينيا ساتر كاتبة أمريكية وأخصائية اجتماعية عرفت في تخصصها لعلاج الأسر وعملها في إعادة إعمار الأسرة، وهي على نطاق واسع تعتبر أم العلاج الأسري، وهي بدورها عملت بمعهد إيسلن وأسست أحد أكبر مراكز حركة العصر الجديد في أمريكا ويدعى مركز أفانتا، وتتضمن البرامج التدريبية لهذا الفن خليطا من العلوم والفلسفات الهادفة لإعادة صياغة صورة الواقع في الذهن بحيث تنعكس على تصرفاته، وهي برامج انتقائية تجمع نظرياتها من علم النفس السلوكي والمعرفي وفنون الإدارة وغيرها، لذلك تشمل بعض التمارين النفسية أو العلاجية الصحيحة، غير أنها تحتوي كذلك على فرضيات غير مثبتة
وبعض مفاهيم الفلسفة الباطنية التي تكمن في إقناع المتدربين بالإمكانات غير المحدودة التي يمكن تحصيلها عن طريق العقل الباطن اللاواعي، وتدريبهم على الدخول في حالة اللاوعي لإحداث التغيير الإيجابي في النفس دون قيود العقل. المايكروبيوتيك وفلسفة باطنية تقدم في شكل برامج للتثقيف الصحي والعلاج البديل، وتشرح فيها بشكل صريح فلسفة الحياة بالاعتماد على الإيمان بالطاقة الكونية وضرورة إعادة نظم الحياة والمأكل والملبس والرياضة وتصميم المنزل بما يوصل إلى التناغم مع الطاقة الكونية والوصول للسمو الروحي والشفاء الجسدي. يصف هنري تينك، صحفي فرنسي من مواليد 1945 والحائز على جائزة تمبلتون ووسام بدرجة فارس في مجلة لوموند، بأن حركة العصر الجديد لها أفكار ضبابية تخلط مخلفات الروحية الباطنية القديمة مع الطرق الحديثة في التركيز والاسترخاء وشحن طاقة الإنسان، وتضعها جميعا في إطار وثني معاصر مع إبقاء فكرة الإله غامضة وفتح الباب لتقبل وجود كائنات غيبية غير مرئية مثل الأرواح والأشباح والكائنات الفضائية. بينما تلخص الدكتورة فوز كدري الحاصلة على دكتوراه في العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة وباحثة متخصصة في الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل، رؤيتها فيما يلي: الطاقة الكونية تنقسم إلى طاقة إيجابية وهي الموجودة في الحب والسلام وغيرهم، بينما الطاقة السلبية موجودة في الكره والخوف والحروب ونحوها، فيدعو معتقدوها بتصفية النفوس والعالم، أي من الطاقات السلبية، بالقضاء على الخوف والكره الساكن في القلوب. ولتحقيق المراد لابد من إحياء جلسات التأمل التجاوزي الجماعية لنشر طاقات المحبة في الكون التي تمسح أو تصارع طاقات الكره التي يبثها من لا يؤمن بهذه الطاقة، كما لابد من القضاء على مسبباتها من النقد والجدال والحروب، إلا أن هذه الطاقة الكونية غير قابلة للقياس بأجهزة قياس الطاقة المعروفة، وإنما يدعى قياسها بواسطة أجهزة خاصة مثل البنادول، فبحسب اتجاه دورانه تعرف الطاقة السلبية من الطاقة الإيجابية، وبعضهم يستخدم كاميرا كيرليان التي تصور التفريغ الكهربائي أو التصوير الثرموني أو تصوير شرارة الكورونا أو جهاز الكشف عن الأعصاب، ويزعمون أن النتائج الظاهرة هي قياسات الطاقة الكونية في الجسد في محاولة منهم لجعل الطاقة الكونية شيئا يقاس كالطاقة الفيزيائية لتلبس لبوس العلم ولتوحي ببعدها عن المعاني الدينية والفلسفات الوثنية، مستغلين جهل أغلب الناس بهذه الأجهزة وحقيقة ما تقيس. ويبقى باب النقاش مفتوحا بين مكذب ومصدق، لكل رأيه الخاص حسب زاوية رؤيته للأمور، لكن يستحب في بعض الأحيان تغيير الزاوية لتكوين فكرة أشمل وأوضح، فأخذ الأمور ببساطة في كل مرة لا يترتب عنه سوى خلق تفكير بسيط، والبسطاء هم من يسهل خداعهم. وفي الختام سأستعير مقتبسا من أحد كتب إيفا كينز: إذا أعطاك شخص ما قواعد اللعبة التي كنت تلعبها على الفور فستفقد الجزء الأكثر إثارة، التفاصيل. في بعض الأحيان يكون الأمر كله متعلقا بالتفاصيل، فهي تجعل الكل أكثر وضوحاً.